إخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو الذي حقق ملايين المشاهدات الإخوان، هذا السيد عثر على هذا التريبوتر الإخوان، قديم صديم كرفس حالته حالة، وغادي يردو ماشي تريبوتر يعني يصلحو يردو كيشعل، بل يرد من التريبوتر، يصنع من التريبوتر كاميو، وماشي كاميو عادي، كاميو ديال الحمل الأثقال الإخوان، ديال حمل السيما والياجور والرملة وداك الشيء الثقيل. فشوفوا معنا الإخوان كي غادي يدير هذا الستون. وهذا الفيديو الاخوان يعني على رغم الطول ديالو في 14 دقيقه، ولكن الاخوان راه يستاهل الفراجه وما غاديش تسخاو به كيف ما غادي تشوفوا معنا. و يعني هذا الفيديو الاخوان التفكير ديالكم غادي يحبس، يعني راه بزاف، يعني خونا باش يحول من تريبورتر دب تريبورتر كاميو، اللي راه عمرها كانت في التاريخ الاخوان. وهاد الشينوا كيجيبو العجب وكيخترعو العجب. فشوفوا معنا الاخوان خطوات، يعني كيفاش غايدير هاد، يعني هاد السيد هاد عبقري، ولا هاد اينشتاين، ولا يسميو كيف ما بغيتو. شوفوا كيفاش غادي يدير يعني هاد تريبورتور الاخوان. وشوفوا معنا الاخوان للاشاره فقط، شوفوا معنا لي تريبورتور ديال الشينوا اللي عندهم هما وما خدامين بهم تما، اللي كيصنعوا ليهم هما، راه ماشي هما اللي كيصيفطوا لينا كيصدروا لينا. شوفوا الكاليتي ديال الحديد، شوفوا الحديد شحال غليظ، شوفوا الكاردا قداش، شوفوا الكادر الاخوان ديال الموتور، الحديد ديالو شحال غليظ وقاصح وبلاندي. يعني الاخوان راه الشينوا ماشي كيخدموا الريشكوف وكيصيفطوا حاجه قضيه وعدي، راه كيخدموا حتى الصلاح الاخوان، حاجه تصلح. شوف شنو الموتور كيدير، شوفوا الكادر، شوف الكادر شحال غليظ. يعني باش نقول لكم الاخوان، هذا السيد غادي يحول من هذا الكادر الكاروسري ديالو وبعض الاجزاء ديال الموتور يحولو ويصنع به كاميو، راه ما تستغربوش لحقاش. الكادر ديال هاد العجب والتريبوتر اللي كيصنعو الشينوا راه كادر بلاندي وقاصح. وانتوما كيف ما تشوفوا معنا الاخوان، خونا بزاف الاخوان، التفكير ديالكم غادي يحبس في هاد الفيديو مع هاد الفيديو الاخوان. وصراحة انا ما فهمتش، مازال تحت تاثير الصدمه الاخوان، مصدوم يعني. شوفوا الاخوان يعني كيحيد هاد الثقالات من هاد الكاميو وغادي يديروا من ديك التريبورتور. مساخيط هاد الشيء، وهاد والله الا مساخيط، وهاد الروايات وهاد العالم. اشوفوا شوفوا، ما تزربوش ما تزربوش بلاتي، يا بالمهل هانتوما غادي تشوفوا بالمهل كيتكلم ولد الجال. تشوفوا هاد الناس، هاد الشينوا اش قادين، يعني نهاية العالم ربما تقد تكون على يد هاد الشينوا هاد المساخيط هاد. شوفوا حيد داك الفورج و زوموتيسور و داك الستون، حيد ارميه هادو ما يدير بداك الشي، ويركب يعني يخلي الكادر ديال الموتور وديك الحديده القداميه. هاي بدات الخدمه دابا الاخوان، جاب يعني هاد اللعيبه هادي. واش نقول لكم الاخوان، هي اللي كانت في الكاميو هاد، ما عرفتش شنو كيقولوا لها صراحه. اللعيبه فاش كيتلصقوا الروايد، لي ميكانيك عفاكم نورونا، الله ينوركم، كتبوا لنا في التعاليق هاد اللعيبه فين كيلصقوا الروايد، يعني شو سميتها، وهاد اللعيبه كيف تحول داخل هادي المدورة هادي. غادي يجبدو الإخوان يشوفو شنو وسطها، دوك المسننات، يعني هاد اللعيبة وسط المسننات كذلك. شو سميتها لي ميكانيك، يعني هاد الحلقة ديال لي ميكانيك، هما غادي يعتقونا بزاف د المواقف وبزاف ديال يعني لقطات وأجزاء في هاد الفيديو، بل ماشي غادي يعتقونا، غادي يفهمونا، غادي يفهمونا شنو دار هاد السيد، يعني واش جاب الاجزاء ديال التريبورتور دارهم في هذا الكاميو، ولا الاجزاء الكاميو هزهم ودارهم في التريبورتور. انا كنرجح القول الثاني، هو انه هز دوك الاجزاء ديال الكاميو ولصقهم في الكادر ديال التريبورتور وصنع من التريبورتور كاميو، بحال نقولوا الاخوان كاروسري ديال التريبورتور، ولكن هاد الثقالات هادو اللي كيزو الثقل والروايات وديك اللعبات فين كيسقوا الروايد ديالو الكاميو. وهذه حد فهمتي الاخوان، لا فهمتوا شي لعبه شاركونا في الاراء ديالكم في التعليقات، ومشكورين الاخوان.
كيفصل هاد التقالات هادو كمصديين. ياه كانوا في هاد الكاميو في سنوات. هادي هي الجنطة الإخوان ديال الموتور قدامي، أشوف واش غادي يرد يدير من هاد الجنطة هادي، ولاش وفاش غادي يوظفها ويستعملها يعني في صناعة هاد الكاميو هذا. يعني الشينوا الإخوان صاخيط عفاريت، حتى حاجة عندهم ما كطيع. يعني تريبورتور يشد الكادر ديال تريبورتور يصنع منه موتور، او عفوا يشد كادر تريبورتور يصنع منه كاميو، يعني ما يضيعش حتى حاجه ما كطيع. هو الاخوان كيغسل هاد اللعيبات المسننات وكيحك هاد اللعيبات اللي تزيد تقول، كيسبق العالم. ونخلي لكم الاخوان يعني التعليق في التعليقات، اكتبوا لنا الريزرفوار ديال الموتور هو كيصنع كاميو، ليش غادي يستعمل داك الريزرفوار، ليش غادي يصلح؟ الله اعلم، ما فهمتش. وبزاف د الحوايج الاخوان حتى نتوما ما غاديش تفهموهم، غادي يدخلوا لكم يعني اللبس، وغادي يدوخوكم لكم يعني الطياره في الراس مع هاد خونا هذا. شوف واش كيدير الاخوان، شوف دابا جاب دوك اللعيبات ديال الكاميو دارهم في هاد الوسطانيه ديال تريبوردر. لا ما فهمت، اها دوك المسننات اللي قلتلكم على الاخوان هما اللي كي في ديك اللعيبه في ديك البواطه. هاد اللعيبه فين كيسقوا الروايد، هادي راه ديال الكاميو واقيلا الاخوان، هادي ديال الكاميو. ديال الكاميو، هادي الحديده اللي كنجبد من الكاميو في الاول فاش كان كيحيدو الروايد، اللعيبه ديال الكاميو. ولكن هادي لصقها التريبورتور، ما عرفتش نشوفو. هاد الريزرفوار انا مابغيتش تفهم لي علاش كيحك فيه وصبغو وعاود كيحك فيه وعاود يصبغو. يعني علاش هو ما بقاش باغي الموتور، ما يستعملوش في الموتور، علاش غادي شنو الاستعمال ديالو يعني في هاد في الكاميو هاد الريزرفور. هادشي اللي غادي نشوفو الاخوان، شوفو هاد السر هذا كيفاش القضيه ديالو. هانتوما الاخوان هذا هو الكادر ديال التريبورتور، هو هاد هو كيصبغ فيه، هذا هو اللي غادي يركب عليه الاخوان ديك اللعيبات اللي جاب من الكاميو الاخر يركب عليه. شوفوا معايا، ها هو كيركب له الاخوان دوك الحدايد اللي كيزاد تقول اللي حيدو من الكاميو كيركبهم ليه. ها هو ركب له هاد اللعيبه ديال الكاميو، ويلي والله يتا بزاف هاد خونا، والله يتا بزاف الاخوان، دماغ دماغ دماغ، والله يتا دماغ. ها هو الاخوان القدام جاب داك الراس ديال الكاميو من الاخر، ها هو لصقو لهذا. شوفوا معنا لصقو يعني لهاد التريبوردر. شوفوا ولكن الاخوان على ما ظهر لي انا واقيلا هذا راه كاميو اخر، ولا ماشي الكاميو اللي كان كيخدم، ماشي التريبورتور اللي كان كيخدم عليه باش يردو كاميو، بلي هذا شي كاميو قديم. واخا نشوف اخونا اش غادي يصنع،
باش قلت لكم الاخوان خونا غادي يدوخكم. اي هادو هو ديال التريبورتور الاخوان، هادو ديال التريبورتور. ولكن هادو كم يحيدو الروايد، حيدو الروايد وداك اللعيبات ديالو وغادي تلصقهم على هاد التريبورتور. انا هادشي اللي فهمت. شاركونا الاخوان التعليق ديالكم وشنو الفهمه ديالكم، شنو فهمتو نتوما. وحنا غادي مع الفيديو يعني اللي جاي لقدام غادي يوضح الصوره مزيان. هو كيلصق هاد الروايد، ايه شوفوا معنا الاخوان كيهز الموتور، طلع من الموتور. اخوان انا مازال ما متيقش، والله ما متيق كيفاش يعني كادر ديال التريبورتور تحيد اللعيبه ديال الكاميو ترد من التريبورتور كاميو و واللعيبه ديال الفورج اللي قدام ديال التريبورتور. يعني كي غادي يدير ليها؟ لحقاش قدام ديالها خص يجيو دوك التقالات ويجيو الحديد اللي كيهزو الثقل، خص يجيو الروايد. ما فهمتش كيفاش دار ليها الاخوان، والله ما فهمت. كادر شاكي كيصبغ الكادر هو. شوفوا الاخوان يعني ترى الرويدر قدام كتبان بانه هذا الكادر وهذا الكاروسري ماشي ديال هذا الكاميو. يعني الكاروسري مهزوز بزاف يعني الكاميو، يعني هذا كيرجح على انه بالصح هذا يعني هذاك الكاروسري والكادر راه كدير التريبورتر. زادوا ديك الحديد وزادوا ديك التقالات الفوق. شوفوا معنا وهادي اللابان ديالو كيزري تقول بزاف ميتة بزاف خون. قبيح قبيح نقولو طابع لينا في هذا الفيديو، والله الا طابع لينا. شوفوا معنا الرويض من بومبا، يا سلام اخطار بومبا سيمبريكو ليهم باينين الاخوان بومبات قدهم. يعني زادهم ماشي ديال التريبورتر، يعني زاد البومبات. شوفوا معنا الاخوان كيولي هاد الكاميو. ودابا شكون اللي يقول الاخوان، شكون اللي يعني اللي تيق بانه يعني اللي قلتي له بانه يعني هاد الكاميو كان تريبورتور وبريكولا خونا وصنع منه يعني رد من تريبورتور كاميو. وانتم الاخوان كيهز لي الثقل. يعني قلت شي واحد راه يضحك عليك ولا يكذبك، ولكن انتم شفتوا بعينكم الاخوان. اخوان عجبكم الفيديو لايك وبارطاجيو معكم، وتحيه للجميع.